تحت عنوان القوة الجوية في الحرب الشاملة، أقامت قوة دفاع البحرين ممثلة بسلاح الجو الملكي البحريني ندوة المنامة للقوة الجوية بنسختها الخامسة. الندوة التي تزامن عقدها ضمن فعاليات معرض البحرين الدولي للطيران شارك فيها عدد من قادة القوات الجوية وكبار الخبراء من المنطقة والعالم، حيث نقشت خلالها أهم الموضوعات المتعلقة بالقوة الجوية وكيفية تعزيزها وفعاليتها في مختلف الحروب. هذا وألقى السيد رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لشركة سيجما كلمة ترحيبية في بداية الندوة، ثم ألقى اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبد الله الخليفة قائد سلاح الجو الملكي البحريني كلمة ترحيبية نقل فيها تحيات جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء وصاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. ونوه قائد سلاح الجو الملكي البحريني بأهمية مساندة الدول الصديقة التي تعاني من وجود الميليشيات على أراضيها لتفكيك الجماعات المتطرفة ووقف خطوط إمدادها، بالإضافة إلى أهمية مساندة الدول المستهدفة من قبل هذه الجماعات بتعزيز إمكانياتها الدفاعية ضد الهجمات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة. وأضاف قائد سلاح الجو الملكي البحريني أن ما يحدث من متغيرات ستؤثر على استراتيجية الدفاع والردع العسكري، ما يستوجب تطوير العقيدة الدفاعية لدى الدول المستهدفة من أجل حماية شعوبها والدفاع عن أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية تطوير أساليب القتال لضمان سلامة المدنيين والالتزام بالشرعية الدولية والمبادئ الإنسانية. هذا واشتملت فعاليات الندوة على 3 جلسات رئيسية، حيث أدار الجنرال متقاعد غاري نورث نائب رئيس إدارة البرامج بشركة لوكيد مارتن الجلسة الأولى والتي تضمنت عددا من المحاور، حيث تحدث في المحور الأول الفريق أول ديريك فرانس قائد القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية عن العمليات المشتركة بين الطائرات المأهولة وغير المأهولة وسائل مضاعفة التأثير.